بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا ولاد نروح للحلقة الـ12 ودرس اسمه نمذجة جمع القصور العشرية. يعني ايه مستر حامد الاسم العجيب الغريب المريب ده؟ يعني ايه نمذجة؟ يعني جمع القصور ولكن بالنماذج. فين النماذج؟ النموذج ده المقسم لـ100 جزء. طب فين المسألة الأولى أوي يا ولاد؟ 23 من 100 اجمعها مع 4 من 10. أقوم أعمل إيه الأول؟ أقول له استنى استنى، ده أنت جايب لي مربع مقسم 100 جزء، يقول لي تمام. طب إزاي نعمل 23 من 100؟ سهلة جدا، أدي عمود ب10، وأدي عمود ب10، وأدي ثلاث وحدات، يبقى أنا لونت 23 من 100. أيوه يا مستر دي سهلة، إنما 4 من 10 إزاي وده مقسم 100 جزء؟ هو حضرتك مش شايف إن المربع 100 جزء؟ أيوه شايفه. طب ازاي نعمل 4 من 10؟ انت زعلان؟ اه زعلان، ولا يهمك، حط الدي زيرو بس خلاص. يبقى الـ4 من 10 معناها ايه يا اسامة؟ 40 من 100. اه يبقى لما اكون عايزها من 100 حط زيرو ولا يهمك، الزيرو على اليمين ملوش قيمة في وجود العلامة العشرية. طب فين بقى الـ40؟ ادي 10، ادي 20، ادي 30، ادي 40. يبقى اللون الأصفر بيمثل كام؟ 40 من 100 اللي هو 4 من 10 يعني. طب واللبني كام؟ 23 من 100. طب عايز الإجابة النهائية 10 20 30 40 50 60 وكمان 3، تبقى الإجابة 63 من 100. طب هل مستر حامد قعد يجمع تاتا تاتا؟ لأ، امال مستر حامد عمل ايه؟ لون ده لون وده لون وبعدين عدهم. اهو ده اسمه الحل باستخدام النماذج، نموذج الميت خانة. طب نيجي لنموذج تاني اسمه جدول القيمة المكانية. نفس المسألة اهي، هي نفس المسألة. طب ازاي نجمعها في جدول القيمة المكانية؟ جدول القيمة المكانية فيه جزئين، ادي البوينت اولا، هنا الوحدات وهنا القصور العشرية، نودي كل واحد عندي بيته. ازاي نودي الـ4 من 10؟ الزيرو احاد والاربعة في الجزء من 10. ازاي نودي الـ23 من 100؟ الزيرو احاد والاتنين جزء من 10 والتلاتة جزء من 100، ونبتدي نعمل علامة الجمع ونجمع. بس هنا مفيش حاجة يا مستر، حطينا زيرو او تسيبه هوا، هوا وتلاتة هي التلاتة، 4 زائد 2 6، البوينت ينزل والزيرو ينزل، تبقى الإجابة 63 من 100. يبقى سواء الجمع بالنماذج أو بجدول القيمة المكانية الإجابة هي هي يا فوزية. ونروح لمسألة تانية، اجمع 44 من 100 و12 من 100، نعمل إيه على النموذج ده لون وده لون؟ 44 أدي 10، 20، 30، 40، وأدي كمان 4، يبقى الأصفر 44. طب ازاي تعمل 12 من 100؟ اكمل عليهم، كمل الفاضي 1 2 3 4 5 6 وادي 6. طب ازاي اجيب الاجابه النهائيه؟ عد لي كل الملون من اول وجديد، 10 20 30 40 50 وادي 6، يبقى الاجابه 56 من 100. جميل. طب تيجي الواحده اصعب بقى، 67 من 100، يبقى نعد 60، 10 20 30 40 50 60 وادي 7، يبقى اللون الاصفر ده بيمثل كام؟ 67 من 100. طب عايز ازود عليهم 85 من 100، اخد مربع جديد ولا كمل اللي ناقص؟ كمل اللي ناقص، عد كده تلاقي نفسك عديت ايه؟ ادي 10 20 30 ودول 3 33. طب كمل 43 53 63 73 83 84 85. يبقى انا ماشي بالتلوين متصل. طب اجيب الاجابه النهائيه ازاي؟ مش ملاحظ ان ده كله تلون؟ اه كله تلون، يبقى ده واحد مقفول اهو اهو اهو. طب واللي زاد كام؟ 10 20 30 40 50 وكمان 2، 52، يبقى 51 من 100. ده الجمع بالايه؟ بالنماذج. اجابته النهائيه 51 من 100، وهنا كانت الاجابه النهائيه 56 من 100. ادي النماذج، تعالى دلوقتي
ازاي نجمع ولكن بجدول القيمة المكانية. اول ما يجي لك الجدول ده اعرف بقى اسمه جدول القيمة المكانية. طب ده بيعتمد على ايه يا مستر حامد؟ نودي العدد عندي بيته وكل خانة تروح في بيتها. طب يلا مع بعض، 13 من 100 الزيرو ده ايه؟ احاد، والبوينت اهو. طب وال13 من 100 هنا الواحد وهنا الثلاثة، خلاص. طب دي 23 من 100 الزيرو احاد، وادي البوينت، وادي الاثنين، وادي الثلاثة، وهنا علامة زائد. واجمع يا حبيبي، 3 و3 6، 1 و2 3، وادي البوينت وادي الزيرو. اللي عمله مستر حامد ده جمع ايه؟ ده جمع حقيقي. مستر حامد جمع تاتا تاتا، يبقى اتحط الاجابه في الناتج الفعلي، في الناتج الايه؟ الفعلي. طب ده هنا بيقول لي تعرف تقدرها. التقدير بتاع درس المره اللي فاتت. ايوه بتاع درس المره اللي فاتت. هتعملها ايه يا مستر التقدير دي؟ اختار براحتك. هو قال لك قدر ناتج الجمع، فمستر حامد هيعملها بالتقدير بالتقريب لأقرب جزء من 10. الجزء من 10 واحد، التلاتة ما بتديش، يبقى ايه التقدير؟ 1 من 10. طب وزميله الاتنين جزء من 10 والتلاتة ما بتديش، يبقى 2 من 10. طب اجمعهم يبقى 3 من 10. انا اخترت الاستراتيجية دي. طب واحدة تانية، اجمع دول، نودي كل واحد في بيته، زيرو احد ودي البوينت، هنا 4 وهنا 5، زيرو احد ودي البوينت، هنا 8 وهنا 4، وده علامة زائد. اجمع معايا تاتا تاتا، 5 و4 9، 8 و4 12، 2 ونطلع بالواحد. طب وانا طالع بالواحد عديت على البوينت، ينزل في دوره وطابوره يا لانا، واحد وصفار هو الواحد. طب اخد الاجابه دي اوديها فين؟ في الناتج الفعلي، في الناتج الفعلي. طب لو انا عايز اعمل تقدير، هتعمل تقدير بأني حاجه يا مستر؟ اختار لك اي استراتيجيه، اختار اي استراتيجيه. انا كمستر حامد دلوقتي هختار استراتيجيه بتاع مين؟ القيمه العدديه المميزه. طب يلا نحل. اللي جاب 45 من 100 قريب من مين؟ قريب من النص، يبقى انا اعتبره نص. طب واللي جاب 84 من 100 قريب من الواحد، يبقى انا اعتبرت ده نص واعتبرت ده واحد، يبقى الاجابه كام؟ 1.5. ده لو انا استعملت القيمه العدديه المميزه. تعال بقى دلوقتي اعلمك ازاي تجمع يدوي. ده جمع يدوي تاتا تاتا، يعني نجمع رقم ورقم ونطلع بالواحد وهكذا. حد عارف دي اسمها ايه في الرياضيات؟ اسمها خوارزمية الجمع. اسمها ايه؟ خوارزمية الجمع. يبقى لما تشوف كلمة خوارزمية ما تخافش، يقصد بها الجمع العادي. طب دي يا مستر طيبة ولا شريرة؟ طيبة جدا. طب ليه يا مستر قلت طيبة؟ لأن هنا 2 لعيبة وهنا 2 لعيبة موزونة، 6 و8 14، 4 ونطلع بالواحد، 1 و4 5، 5 و9 14، 4 ونطلع بالواحد. بس وانا طالع بالواحد عديت على البوينت، ينزل في دوره وطابوره، 1 و2 3. شفتوا المسائل الطيبين؟ طب دي طيبة ولا شريرة؟ اقول له طيبة. عرفت منين؟ دي 3 ارقام ودي 3 ارقام. نجمع عادي، 7 و1 8، 4 و5 9، 8 و3 11، ما تكتبهاش كلها، 1 ونطلع بالواحد بس. وانا طالع بالواحد عدت على العلامة العشرية، تنزل في دورها وطابورها، وواحد وصفر هو الواحد. تعال لدي، طيبة ولا شريرة؟ هقول لك دول 3 ارقام. طب دول رقمين، شريرة يا مستر، اوعى تجمع. ليه؟ مش موزونة. طب نوزنها ازاي؟ نيجي للغلبان ده ونديله صفر ملوش قيمة، بس هيسهل لك الجمع. 5 و0 هي الخمسة، ده اسمه ميزان المسألة. 7 و7 14، 4 ونطلع بالواحد، 1 و3 4، وكمان 2 6، تقابلك البوينت، 4 و3 7. نيجي لدي، طيبة ولا شريرة؟ شريرة، لأن دول 3 أرقام ودول رقمين، تقوم لنا حاطة صفر على اليمين، 4 و0 4، 0 و9 9، 0 و9 9، تقابلك البوينت، وادي 0 وادي 4. أنا حليت 4 وهسيب لك 4. ونيجي دلوقتي للمسائل اللفظية.
يلا نركز، لدى طه الفلوس دي واخوه معاه الفلوس دي، يبقى دي فلوس طه ودي فلوس اخوه، يريد الاثنان ان يجمع ما لديهما من شراء عشان يشتروا تفاح الصندوق ب 100 جنيه. يبقى اللي عايز يشتري صندوق التفاح قالوا لهم حضروا 100 جنيه. فالراجل بيقول لي قدر الاجابه عشان تعرف هي فلوسهم تكفي ولا ما تكفيش. انا سامع دلوقتي ولد شاطر فيكم بيقول ايه، بيقول نجمع فلوس طه وفلوس اخوه، لو جابوا ال100 جنيه ولا زادهم يقدروا يشتروا التفاح. فبقول له برافو عليك يا ولد، والله اللي قال نجمع دول ولد شاطر، بس انا اساله سؤال، عشان تجمع دول تجمعهم ازاي؟ قال لي وده كلام يا مستر، اطمن عيب عليك يا مستر حامد، ما تخافش عليا، اروح المسودة واجمعهم. فالولد الشاطر ده بيقول اروح المسودة واجمعهم. قلت له انت ولد شاطر بس ما خدتش بالك من الكلمة دي. قال لي كلمة ايه مستر؟ قلت له بيقول لك قدر. اه تصدق يا مستر حامد، والله ما خدت بالي. طب لو راح المسودة، الراجل مش عايز كده يا جماعة، امال الراجل عايز ايه يا ولاد؟ الراجل عايز تقدير الجمع، اوعى تروح المسودة. اه يعني نقدر دي بمخنا. اه طب دول 54 جنيه وجنبهم 20 قرش، يا ترى ال 20 قرش دي قريبة من الجنيه ولا اللا شيء ولا النص نص؟ لا قريبة من اللا شيء، يبقى نعتبر الإجابة الأولى 54 بس عقليا. طب دول 75 قرش قريبين منين؟ من الجنيه، يضافوا على ال 45 يبقى 46. يبقى مستر حامد ما جمعش جمع يدوي. أمال مستر حامد عمل إيه؟ قدر الأولى وقدر الثانية، اجمع بقى دول تلاقيهم 100، ده ال 100 دي مش حقيقية، ده تقديرية. المهم إن هم جابوا ال 100 جنيه، يبقى يا ترى يا هل ترى يقدر يشتروا إيه؟ يشتروا صندوق التفاح؟ ها؟ أيوة يا مستر، لأن الصندوق ب 100، يبقى يستطيع مثنى شراء صندوق التفاح، لأنه ب 100 جنيه والتقدير بتاعنا طلع 100 جنيه. واحدة كمان، سمر تريد أن تركب الدراجة لحد 40 كيلو متر هذا الأسبوع. إجا يوم الخميس قالت أنا مشيت 34 و99 من 100، ويوم الجمعة مشيت المسافة دي. قدر الإجابة، قدر. يجي ولد يقول نجمع بتاعة يوم الخميس ونجمع بتاعة يوم الجمعة، فبسأل الولد تجمعها جمعة عادي يا حبيبي؟ قال لي لا يا مستر، خلاص بقى اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي. انت لسه قايلها لي يا مستر حامد، نجيب دي تقديريا في مخي. طب يلا نقدرها، ال99 من 100 كأنها واحد صحيح، يتضاف على ال34 يبقى 35، الواحد من 100 ده غلبان يبقى يتلغى ونعتبره 4 يا لانا. لانا تجمع يبقى 39، 39 كيلو متر. طب ده هي عايزة تروح كام؟ 40. يا ترى سمر حققت هدفها أم لا؟ أقول له لا، لم تحقق سمر هدفها، لأنها ما وصلتش في التقدير لما يحقق لها أهدافها، 40 وهي 39. يا رب الدرس يكون سهل وبسيط ومفهوم بإذن الله يا ولاد.